تحتفل وزارة الخارجية في 24 من يونيو من كل عام باليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي، والذي أقره قرار جمعية العمل الأمم المتحدة الصادر في عام 2022 عرفانا بإسهام المرأة الفاعل في العمل الدبلوماسي. وبهذه المناسبة سلطت الخارجية الضوء على المسيرة الوطنية المشرفة للدبلوماسيات المصريات على مدار نصف قرن من الزمان منذ التحق أول سيدة بالسلك الدبلوماسي في عام 1964. وأكدت الخارجية حرصها على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في العمل الدبلوماسي، حيث تجلى ذلك في بلوغ نسبة تمثيل المرأة في الملتحقين بالعمل بالسلك الدبلوماسي في السنوات الأخيرة قرابة 50%.